أكثر من 23 مليون جزائري هو عدد الهيئة الناخبة في الجزائر المدعوة لاختيار مرشحي المجالس البلدية والولائية، استحقاق تباينت بشأنه الآراء بين مقاطع ومشارك. ما نقترحش لأنه المترشحين ليسوا في مستوى التطلعات. مقتنعة بهذا الانتخابات، متمنية يكون كاين تغيير في الولاية نتاعي وفي الدائرة نتاعي، ومقتنعة وكاين ناسات يستاهلوا باش يكونوا في هذا المنصب، ونتمنى يكونوا قد المسؤولية نتاعهم. متفائل بالشباب اللي راني نشوف فيها مترشحة دوكا، ولكن أخاف عليهم أن يقعون في أخطاء الذي سبقوهم. تحسين الخدمات والبنى التحتية ووسائل النقل والحصول على السكن والحد من البيروقراطية وتوسيع صلاحية المنتخبين المحليين والتزام المرشحين بوعودهم الانتخابية هي أبرز مطالب الجزائريين. نتمنى المترشحين يكونوا يعني قد كلامهم، يحسنون البنية التحتية، يحسنون المستوى المعيشي، يحسنون وسائلنا. نتفائلوا احنا يقدروا تجينا نخبة، تجينا شعب جزائري، تجي تكون صفوة هكذا تغير على الوطن ويحققون المطالب ويقوموا بهذه الدولة الجزائرية. وتجاوز عدد المرشحين في المجالس البلدية 115 ألف متنافس على أكثر من 1400 بلدي عبر الجزائر، و 18 ألف مرشح في المجالس الولائية في 58 ولاية. النظر في انشغالات المواطن، وبالتالي أعتقد المسؤولية الكبرى ستقف أو ستقع على عاتق المواطن في اختيار ممثله، خاصة أنه فيه تغيير في قانون الانتخابات. الانتخاب لن يكون على القائمة وإنما على الأشخاص، إذن في اعتقادي أنها انتخابات ستكون صورة نموذجية لمحاكاة واقع المجتمع سواء في سلبياته أو إيجابياته. في آخر انتخابات بلدية عام 2017 بلغت نسبة المشاركة 44%، وفي المجالس الولاية كانت النسبة 46%، وتجرى انتخابات هذه السنة وسط آمال بنسبة مشاركة أعلى تعكس اهتماما شعبيا بالتغييرات التي شهدها الوضع السياسي في البلاد. آراء متباينة في الشارع الجزائري حول الاقتراح في الاستحقاق المحلي المرتقب، تغلب عليها تطلعات ومطالب الجزائريين للمرشحين في إدارة شؤونهم المحلية. محمد جراد، الحرة، الجزائر.